اللي بيسألنا عن زنجبار باختصار عبارة عن غابات وعبارة عن منتجعات على الشواطئ. المدينة يريد لها شوية عشان تتطور، لأنه الناس شوية حالتهم المادية. هذا كل ما في الزنجبار باختصار، يمكن البعض ما تعجبهم، فعشان كذا ما تجي كذا هبوط. يلا زنجبار زنجبار زنجبار، لا تريض، دخل يوتيوب شوف تأكد قبل ما تروح، لأنه الرحلة من مسقط إلى زنجبار 5-6 ساعات.